السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد هارون من شركة بروج العقارية. اليوم جينا نسوي لكم شقة في منطقة يومرة مقابل جواهر مول تقريبا. المجمع مكون من برجين، كل برج 10 أدوار. من الخدمات المتوفرة داخل المجمع عندنا مواقف سيارات مفتوحة ومغلقة، وبالإضافة إلى جلسات عائلية وألعاب أطفال أيضا. تعالوا مع بعض الأرض الواقع نشوف الشقة. بسم الله، الآن وصلنا الدور العاشر. هنا عندنا مدخل الشقة زي ما شايفين. الشقة 3 غرف وصالة، مساحتها 160 متر مربع. هنا عندنا أول شيء في المدخل، أول ما ندخل عندنا على اليسار هذا الانترفون، فيه نظام الكاميرا، أي أحد يدق من تحت ممكن نشوفه. بعدين جنبنا هنا على طول أول في المدخل على اليمين الصالة. ندخل نشوف الصالة زي ما شايفين، ما شاء الله مساحة واسعة كبيرة، تقريبا 5×6 2000 متر مربع. هذه هي الواجهة الأمامية مع الإطلالة على البحر، لها إطلالة جميلة جدا على البحر. بعدها نتوجه للبلكونة، هذه البلكونة المشتركة بين الصالة والمطبخ، نشوف من هنا أيضا الإطلالة على البحر. طبعا مساحة واسعة أيضا البلكونة ما شاء الله. ومنها نتوجه للمطبخ، نشوف هنا المطبخ ما شاء الله، الدواليب جاهزة وراكبة زي ما شايفين. الشقة جديدة صفر ما سكنت. منها نروح لباقي الغرف نشوف. طبعا هذا الموزع الرئيسي، الكوريدور الرئيسي. من هنا نتوجه للغرف. عندنا أول شيء في الواجهة دورة مياه الله يكرمكم، هذه دورة مياه صغيرة، جنبها على طول غرفة النوم الرئيسية ماستر روم، فيها مروش خاص فيها. طبعا الفكرة الجديدة في هذه الشقة أن غرفة النوم الرئيسية في الواجهة الأمامية حتى تصير مطلة على البحر، بعكس الشقق الثانية تكون في الخلف دائما. والآن نتوجه لباقي الغرف. هنا عندنا دورة مياه رئيسية، دورة مياه رئيسية البانيو، جنبها على طول الغرفة الثانية، هذه ممكن تصير غرفة أطفال، مساحة صغيرة مناسبة للأطفال، تقريبا 3×3 مساحة 9 متر مربع. وعندنا هنا الغرفة الثالثة والأخيرة، هذه الغرفة أكبر من الثانية، مساحتها تقريبا 3×4 ممتازة جدا. طبعا فيها بلكونة خاصة فيها، هذه تعتبر البلكونة الخلفية، لها إطلالة خلفية جميلة على الطبيعة. في نهاية الفيديو نتمنى يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.